الجامعه ولا الجهه، دفعنا لهم الطلب على حساب مساعده وهذه ما جاتنا حتى شي مساعده لحدنا الان 2010 باش بدينا لحدنا الان 2015. يعني كان واحد التغير واحد التحسن في حياتي بزاف، يعني اذا كنت بقيت جالسه كنت يعني غادي يضيع نص ديال المستقبل ديالي كان عيضيع. ما سخيتش الدوله تعترف بيا وتعاونني نعطيك تا ان شاء الله. القصه بدات بين ثلاثه صحابات بغاو يطوروا مداتهم ويعاونوا غيرهم، ديما في بالهم البنات وعيالات حومتهم، جاتهم الغيرة والنفس على ناسهم، بغاو يشوفوهم عايشين مزيان بلا مشاكل بلا تخمان في ضيق الحال، حيت جميع وبتعاون غادي يلقاو الحل ويزيدوا القدام. وهكذا تأسست جمعية مرآة البغاز في حومة الموظفين بمدينة طنجة. الفكرة اللي جات ديال هاد الجمعية كنا أصدقاء مع بعضتنا جالسين، تكونت عندنا هاد الفكرة نعملوا جمعية نسوية 100%. اخترنا جلسنا مع بعضتنا اخترنا الاسم، أعطيناها جمعية مرآة البغاز للتنمية والتربية وتأهيل المرأة، نحاولوا نحلوا بها المشاكل المرأة اللي ما وصلتش مسكينة، ما ساعدتهاش الظروف ديالها توصل. علاش حنايا مثلا اللي ما عندهاش دبلوم ما كملتش قرايه ديالها وهذا علاش ما يمكنش يتبان في المجتمع؟ كاين عندنا اراميل، كاين عندنا اللي نساء الحاله ضعيفه من الحي ديالنا، هذه نخرطوا معنا بدينا كنجيبوا لهم شي الخدمات يتعلموهم باش كناهلوا المراه كيفاش تتدخل واحد المدخول، واحد الدخل يكون عندها ولو قليل، المهم تكون عندها واحد الدخل. اول حاجه عملنا عملنا كسواد العيد وعندي تصاور عندي السيدي فرقناه في جمعيه، طلبنا ناس محسنين عندهم شركات ساهموا معنا، عطاونا موكنة الخياطة، عطاونا رولوس دو التوب، خدمنا حنايا خيطنا الانتاج ديال الجمعية ديالنا، عطينا مساعدة، عطاونا المساعدة ديال الرمضانية، عملنا القفاض رمضان فرقناها ما فطناش بقات الجمعية ماشا. الجمعية كتوفر على ورشات متنوعة خلات المستفيدات يتعلموا شي صناعة تفيدهم في حياتهم، وكيف ما كيقول المثل المغربي صناعة اللي ما تغنيك تترك، فبفضل هذه الجمعية تزرع الأمل والفرحة من جديد في قلوب هاد النساء وتغيرات حياتهم نحو الأفضل. مال مرض السرطان ايوا وما جبرتي باش نعمل العمليه وهما عاونوني في العمليه الاولى عملتها عاونوني فيها عاوتاني بانت بان مريضه بديك المرض وعاونوني عاوت مره ثانيه عملت العمليه عاوتاني الحمد لله زعما الصراحه كيعاونوا كيساعدوني. الجمعيه توسطت واستفدت بالثمن ارخص يعني اختار من النص لي والحمد لله قريت عملت ستاج ودابا انا خدامه الحمد لله. انا ممرضه في احد المستشفيات الخاصه وكنعاون راسي لا ماديا ولا معنويا وحتى لا فامي ديالي وحتى الناس اللي قرابين لي اللي شي بغا مثلا شي حقنة او لا شي حاجه بحال هادشي او لا شي طبيب او لا شي توجيه يعني حتى يعني كنفهم شي حاجه كنوجههم. الخياطه طبخ والحلاقه واشياء اخرى ما يمكنش يتجمعوا في موطة واحد، المشكل اللي خلى الجمعية تحذف حصص محو الأمية وحفظ القرآن. دابا أنا الجمعة عندي محو الأمية وتجويد القرآن وقفت التعليم، مش حد الناس المساكن كيخلصوا داك 100 درهم 4 أيام في السيمانة ما كتقدمش للتعليم، يقول لك زيدنا الجمعة، قلت له ما قدرش، كاين ناس كيطلبوا القرآن، خصهم القرآن يحفظوا القرآن، خصهم يحفظوا محو الأمية. هنا عندنا مجانا محو الأمية والقرآن، هذا التعليم هذا عندنا واحد الثمن رمزي، أما بالنسبة للقرآن هذه عندنا مجانا اللي جا محبابه يتعلم.
المشكل اللي عندي انني الفضاء واحد مشروك، ملي كنكون كنلقي الدرس كيكونوا الناس ديال الخياطه الاله الخياطه خدامه، اذا البنات ما كيسمعونيش مساكن شنو كنقول، كنضطر نعاود مما كديري بعض الوقت. عاد ملي كنكون كنطبق ولا شي حاجه في الوقت ديال التطبيق كيكون عندي يعني الكوزينه ديالي ولا المطبخ ديالي صغير، فرنسا هو كذلك ماشي فرنسا مستوى يعني بالنسبه للحلويات الفرنسيه ما كيجيبونيش ناجحين 100%. كذلك الثلاجه ما كانتش عندي، والالات الكهربائيه الاغلبيه كنجيبوها من الدار ديالنا، البنات كيعاونوني انا كنعاون راسي، البنات الاستاذات الاخرين كيعاونوني. من هذا الشيء واش كنشكي انا؟ لوكال ضيق، اولا كاينه لوكال ضيق، كاينه عندنا النقص في الدعم، نقص الدعم هذا كيسبب لنا ما عندناش الماتريال، دعم نهائي ما عندناش دعم كما قالت، ما عندناش دعم نهائيا، نقص في الماتريال، كنضطروا كل وحده تجيب حاجه، مره تجيب مشطه، مره تجيب سيشوار، مره تجيب مقاس، وكنتعاونوا وخا هكا كنكافحوا وكنعلموا البنات، وخا ما كايناش الماتريال كنعلموهم بالطريقه، كنوصلوا لهم المهنه وكنفهموها باش ملي يمشيو هما يشرو الماتريال ديالهم ويكونوا راسهم ويتعلموا. انما لاباز كنعطيهم الاسس ديال كنعطيهم الاسس كيفاش هي الحلاقه هي. بكل طموح وعزيمه انطلقوا من ذاتهم باش يحققوا اهدافهم، بامكانيات بسيطه وبمساعده ناس الخير حققوا بعض الاشياء، ولكن دابا محتاجين لدعم اكثر، وخاطرقوا مجموعه من الابواب مازال ما لقاو حتى جواب. الجماعه ولا الجهة دفعنا لهم طلب على حساب مساعدة، وهذه ما جاتنا حتى شي مساعدة لحدنا الآن 2010 باش بدينا، لحدنا الآن 2015 باقي ما جاتنا حتى شي مساعدة. قصد بلدي دخلت لي له شرحت لهم عطيتهم الدوسي، الثانية السكرتارية هذه شافت لي الدوسي كتقول لي نتوما خدامين، نتوما خدامين، إلا جبرنا شي معاونة شي دعم دولة حنا ما خصناش محسنين ندقوا عليهم، ما سخيتش الدولة تعترف بيا وتعاونني نعطيك تار إن شاء الله. المرأة عضو مهم في المجتمع، هادشي علاش الجمعية محتاجة لدعم أكبر باش تأهل النساء يكونوا قادين براسهم وفاعلين في المجتمع.